أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، حلقة جديدة من أضواء سهيل وتشاهدون فيها مأرب تموز يهدي لأرض الجنتين البلح، أبين معرض زراعي يعيد التذكير ببذور الأرض الخصيبة، تعز مبادرات مجتمعية تطوي عقودا من الحرمان، حضرموت أسر منتجة في سماء بلدة الانتعاش والتجارة، أسماء الصلوي كفاح يطرز البهجة والجمال. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، عام بعد آخر يشهد البلح المأربي وفرة وإنتاجا كبيرا برغم المعوقات التي تعتري المزارعين وتحد من نشاطهم الإنتاجي وتضمن لهم عدم تكدسه وتلفه. إقبال على إنتاج البلح، فاكهة الخريف بكل أنواعه وخصائصه، ورفض الأسواق بهذا المنتج المحلي الذي تمتلئ به ويقبل الناس على شرائه من كل موسم بكل ابتهاج وفرح. موسم البلح الذي يعني موسم خير وعطاء وبركة ويوفر فرصة عيش للكثيرين الذين ينظرون إليه كموسم مقترن بالخير بعد شدة وضيق. مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل نتابع تقرير عبد الله طربوش. في إحدى المزارع جنوب مأرب يرقب المزارع أحمد زيد عملية جني البلح بكل فرح وبهجة في موسمه الذي يزيل عاما من المخاوف والتعب والمشقة والانتظار. خريف البلح أو موسمه الذي يبدو فيه ثمار النخيل متدليا دانيا باعثا على الفرح والسعادة في نفوس المزارعين الذين عاشوا تفاصيل هذا الذهب المتدلي منذ أسابيعه الأولى وحتى هذه اللحظة المكللة بالعطاء والرضا والموسم الوفير. نحوض أول حاجة على المسقي نضطها من جبلة سمال ونضل محق الغرم ذا، وبعدنا نضمت التلقيح نلقح للتمر، يعني ما يرجع هكذا ولا غش تلقح ما يرجع هكذا، بيجي يعني بركة يعني يقولوا له الناس تأكلش ذكراتين الرطب كمان ولا حطوا للبرادة داخل ثم الزبون يجي يشتري. أنواع متعددة من البلح في الأسواق منها الصيفي والبلدي والخلاص والسكري، أصناف متنوعة يبدأ موسم جنيها مطلع يوليو وينتهي بعد شهرين تقريبا كما يفيد المزارعون. البلح يبدأ قطف الثمر هذا البلح من شهر 7 وينتهي في شهر 9 تقريبا كذا، 29 وينتهي قطفه الثمر البلح والتمر. والثمار يعني عندنا 3 أصناف سكري وخلاص، هذا اللي هو الخلاص لمدة السنة. الحمد لله في زبائن أقبال هنا في المزرعة يجون الزبائن، والله الحمد عندما عرف جودة التمر حوالي سنتين بيسوقنا. السكري حبته كبير بس زي ما تقول هو جنا جنا بالحبة، بس احنا نضطر ننزله الكامل. ولا الصيفي هذا اللي يسموه نوت السيف عندما يبدأ يعلم في النجوح يطلع تمر ممتاز، والخلاص هو أول ما يبدأ. المزرعة تحتاج إلى كهرباء إلى ديزل أحيانا، ضروري هذا الشيء. رسالتك؟ رسالة للحكومة أن تنبه هذا الجانب، جانب الزراعة. في الأسواق يقبل السكان بكثافة على شراء البلح في ذروة موسمه كفاكهة موسمية تحمل تباشير الربح والفرح. وبرغم وفرة الموسم وتدفق البلح إلى الأسواق بكميات كبيرة من عام إلى آخر، إلا أن هناك صعوبات تواجه المزارعين وتحد من محصولهم كما يقولون. يأمل المزارعون من الجهة المختصة أن تساعدهم في إيجاد حلول جذرية لإشكالاتهم التي تطرأ من موسم لآخر، إضافة إلى توفير مستودعات تحفظ المحصول من التلف وتحول دون تكبدهم خسائر متكررة من عام لآخر.
في أبين أقيم المعرض الزراعي الأول للبذور المحلية في تظاهرة حضرت فيه أكثر من 50 نوعا من البذور المنتجة في الدلتا الزراعي الأشهر على مستوى البلاد. المعرض الزراعي حظي باهتمام المزارعين والجهات المعنية بالجانب الزراعي، ويعد فرصة للتعريف بالمنتجات المحلية في ظل عزوف عنها إلى غيرها من المنتجات المستوردة والأقل جودة. حضور النساء الريفيات بالمأكولات المنتجة من الحبوب المحلية منح المعرض حضورا كبيرا، ومنحه نكهة مميزة وخاصة. للمزيد من التفاصيل نتابع تقرير عبير علي. بتمعن يتأمل المختصون في البحوث الزراعية أصناف البذور المعروضة في هذا المكان الذي خصص لإقامة المعرض الزراعي الأول للبذور المحلية في محافظة أبين. المعرض الذي عمل المزارعون على عرض أكثر من 50 نوعاً من البذور الزراعية المنتجة في الدلتا الزراعي الشهير. طبعاً اليوم المعرض الزراعي للحبوب في دلتا أبين مشروع دعم التغذية الشامل للمجتمعات الضعيفة التي تعاني من أبدان الأمن الغذائي في لحم أبين. أبين الصدقة، أبين التاريخ، أبين الحضارة، أبين الإنتاج، أبين سلة الغذاء. أبين إنتاجها يضاهي أغلب مناطق اليمن شمال الجنوب. أبين منتجة للمحاصيل النقدية بمختلف أنواعها. أبين منتجة للخضار بمختلف أنواعها. أبين منتجة للفاكهة بمختلف أنواعها. وتغطي العواصم وتغطي دول الجوار. ينقصنا نحن الأمن الغذائي بالنسبة للحبوب. إقامة المعرض الزراعي وإن كان بدعم من منظمات دولية، لكنه كان بالنسبة للمزارعين في الدلتا فرصة أتاحت لهم إمكانية التعريف بأهمية المنتجات المحلية، خصوصا بعد انتهاء الكثير منها واستبدالها بأنواع مستوردة. أشوف أن هذا المعرض عرفنا في الأصناف البلدي وفي أصناف جديدة مثل سمسم كود 94. يعني أنا بدل ما بلقى الأسواق الآن ممكن أشل البذور حقي من منتجين زراعيين محليين في المنطقة، وهذا اللي كان الحلو في المعرض أن عرفتنا أن هذا البذور منتجة من هذا الشخص، وهذا الشخص موجود في منطقة فلان الفلاني. يعني أنا أقدر أوصل الآن للبذور ما عدا يعني انتظر المنظمة أو انتظر للسوق، قد تكون الأصناف مخلوطة أو هكذا، سأشل يعني منتجاتي من المزارع نفسه. نحن نعيش حالة حرب الحبوب. يقول المختصون في إجراء البحوث الزراعية إن غياب الاستراتيجيات الزراعية وعدم اهتمام الجانب الحكومي بالقطاع الزراعي تسبب في القضاء على الكثير من أنواع البذور المتوارثة، الأمر الذي أدى إلى لجوء المزارعين خلال السنوات العشر الأخيرة إلى استخدام أصناف مستوردة أثرت كثيراً على الإنتاج الزراعي في مناطق الدلتا. للأسف ضعف الدولة الهيكلي وضعف القطاع الأمني أيضاً أثر بشكل كبير جداً على دلتا أبين. دلتا أبين هي سلة الغذاء ليست لأبين إنما للبلد بشكل عام. أيضاً الأنماط الزراعية الدخيلة التي أصبحت تنافس زراعة الحبوب أثرت بشكل كبير جداً، ويحتاج إلى إعادة نظر وعي المزارع بأهمية الحبوب وأنها الغذاء وأنها الأمن لك ولأولادك قبل أن يكون الأمن الغذائي للدولة. حضور ومشاركة النساء الريفيات في المعرض وتقديمهن للكثير من المأكولات الشعبية المصنوعة من الحبوب المنتجة محلياً ومقارنتها مع الأنواع المستوردة خطوة ستسهم في الاعتماد على المنتجات المحلية كمصادر جيدة ودائمة للغذاء. طبعاً هذه الظاهرة التي تتبناها محافظة أبين لإظهار ما تنتج هذه المحافظة من الحبوب. طبعاً اليوم هناك كثير من المزارعين يشاركوا في هذا المعرض وأتوا بمحاصيلهم الزراعية إلى هذا المعرض، والتي أبهرت الكثير بإعادة زراعة الحبوب في هذه المحافظة وبالذات في مديرية خنفر لإعادة هذه زراعة هذه الأصناف التي انتثرت من قبل.
جهود المزارعين ومحاولاتهم الساعية إلى المحافظة على الأصناف الجيدة من البذور ما زالت بحاجة إلى وجود الاهتمام الرسمي الذي كان لغيابه لأكثر من عقد سبب في تدهور القطاع الزراعي وانتهاء الكثير من المحاصيل الهامة، غير أن إقامة المعرض يبدو كتذكير بأهمية الحفاظ على مخزون كبير من البذور المحلية ظل المزارعون حريصون على إنتاجها لعقود. فهل سينجح المعرض في تحريك الجمود الرسمي وحثه على الاهتمام بالقطاع الزراعي في المحافظة الشهيرة بإنتاجها ووارداتها الزراعية؟ لبرنامج أضواء سهيل، عبير علي، محافظة أبين. في مديرية مقبنة غربية عز ثمة مئات الأسر لا تجد مياه نقية وصالحة للشرب إلا ما تجود به السماء من كل عام، وإلا فالظمأ والكد والكدح والمعاناة. منذ سنين طويلة وأهالي قرى عزلة حمير الجبل على هذا الحال والمنوال يجتهدون في جلب الماء والحصول على قطرات منه عبر رحلة شاقة ومضنية. الأهالي بدورهم لم يتوقفوا عن المناشدات والمطالبات بتوفير مشروع مياه لهم ولأولادهم بعد أن شق الظمأ أكبادهم وبحت أصواتهم وهم يناشدون ويطالبون بإنقاذهم ووضع حد لمعاناتهم دون توقف. مشاهدينا فلنتابع تقرير أحمد مكيبر. أكثر من 6000 نسمة في عزلة حمير بمديرية مقبنة غربي تعز يموتون عطشا وبلا مشروع ماء في هذه القرى المعلقة والمحرومة منذ عقود طويلة وحتى اليوم. نحن أبناء حمير الجبل مديرية مقبنة نطالب السلطات المحلية والمنظمات وكل من له القدرة عمل مشروع مياه، كوننا في منطقة معزولة ومقطوعة من الآبار ولا يوجد لدينا أي بئر وإنما مجموعة سدود لا تفي بالغرض، ونناشد نناشد نناشد وهذا هو الحلم الوحيد الذي يحلم به كل أبناء المنطقة. في كل عام يعتمد الأهالي على مياه الأمطار، لكن شحتها وقلتها هذا العام في موسمها تسببت لهم بمعاناة مبكرة ورحلة بحث وكد في سبيل الحصول عليها، ناهيك أن فصل الشتاء يمثل ذروة المشقة والمعاناة. نحن أبناء منطقة حمير الجبل مديرية مقبنة، طبعا عزلة تتكون من 6000 نسمة تقريبا ونعاني من شحة الأمطار، طبعا لا نعتمد إلا في هذه المنطقة إلا على مياه الأمطار فقط، ونحن بحاجة إلى مشروع وإلى إقامة مشروع، وجعلنا من الماء كل شيء حيا، الماء حياة، فندعو كل الفاعلين الخير والفاعلين في الجانب الإنساني وفي المنظمات أيضا أن تقوم بدورها في منطقتنا. ساعة كاملة يستغرقها الأهالي لجلب مياه الشرب والحصول عليها من خارج العزلة عبر هذه الأواني البلاستيكية بعد رحلة شاقة ومرهقة يوميا. هذه المنطقة طبعا لا يوجد فيها آبار حيث أنها منطقة مرتفعة ولا يوجد فيها أنهار، وإنما تعتمد في مصدر ماءها على السدود التي كادت أن تنفذ، وهذا خير دليل لحضور الإعلامي لينظروا هذه المنطقة وما تعانيه من الجفاف والشحة. فنطالب كل الجهات المعنية والسلطات المحلية وفاعلية الخير وكل من له قدرة على أن ينظر في نظرة الرحمة لهذه المنطقة، كون أن أبناءنا وإخواننا المجاورين لنا قد تمكنوا من إيجاد مشروع مياه سواء كان من جهات معنية أو من منظمات أو من فاعلي الخير، ونحن ننظر إليهم ونعاني ونتألم منذ فترة طويلة جدا لا نستطيع أن نتمكن من إيجاد مشروع ماء، فالماء هو أساس الحياة. واقع مؤلم وقاس دفع بالأهالي إلى تنفيذ وقفة احتجاجية تطالب الجهات المعنية بسرعة التدخل ووضع حد لمعاناتهم المتفاقمة بعد كل هذه السنوات المثقلة بالعطش. نحن أبناء منطقة حمير الجبل خرجنا بهذه الوقفة الاحتجاجية نطالب من يهمه الأمر بتوصيل مشروع مياه، كوننا في جبل بعيدين عن الآبار
ولم يستطيع الواحد منا أن يأتي حتى بدبة مي 15. إذا أراد هذه الدبة ممكن يقبل يوم كامل. وبين عذابات الأهالي الممتدة لعقود وبين حلمهم في الحصول على مشروع مياه ينهي ظمأ مئات الأسر المحرومة من مياه الشرب النقية أسوة بكل سكان العالم في القرن 21. أحمد مكيبر لأضواء سهيل تعز. في مهرجان ومحج البلدة تحضر الفعاليات والأنشطة المختلفة وتمثل الظاهرة المناخية مناسبة تجارية كبيرة لبيع وعرض الكثير من السلع والمنتجات. وعلى هامش المهرجان الكبير كانت الأسر المنتجة في قلب الحركة التجارية بمنتجاتها ذات الطابع المحلي وبجودة وتفاصيل لافتة وجاذبة. منتجات الأسر المكافحة التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة باتت سمة سنوية للعام الرابع على التوالي وجزء لا يتجزأ من عناوين التظاهرة التي تستمر على مدى أسبوعين كاملين. للمزيد من التفاصيل نتابع تقرير عماد العامري. على هامش مهرجان البلدة السياحي ثمة مهرجانات وفعاليات ومعارض ترويجية وإنتاجية، ومن بينها معرض الأسر المنتجة الذي أضحى تقليدا سنويا لا يغيب. المعرض الذي يحتوي على منتجات صنعت بأيادي مكافحات ونساء وجدنا في هذا الموسم والتجمع الاحتفائي الأكبر فرصة لتسويق وإبراز منتجاتهم التي فيها كثير من اللمسات الإبداعية دون إغفال الجوانب والسمة التراثية. سلام، نحن في مهرجان البلدة في أيام تواجد الناس، تواجد كل الأطياف من كل محافظات اليمن بشكل عام، تتواجد في هذه الأيام على أجواء فرايحية، أجواء البحر البارد. طبعا نحن كمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يهمنا كأيقونة كزاوية خاصة بالأسر المنتجة، حيث نعطي أريحية للأسر المنتجة في عرض منتجاتها. نحن نعمل بالنسبة للأسر المنتجة زي الطيور المهاجرة، حيثما تكون الزحمة، حيثما تكون تواجد البشر، نحن نأتي بالأسر المنتجة، نتكفل بالخيمة، نتكفل بالطاولات، نتكفل بكل ما لهم من مواصلات. تأتي الأسر المنتجة بس بمنتجاتها، فتأتي إلى أماكن البيع، أماكن الازدحام، فتأتي وكلها داخل هذه الأماكن. منتجات الأسر المعروضة تحت هذا السقف شملت البخور والخوص وأدوات التجميل والتنظيف والمعجنات والتحف والهدايا والإكسسوارات، وكلها منتجات يدوية بأنامل مكافحات وربات أسر وأرباب كفاح وعيش. منتجات جاذبة للزوار تحكي شغفا لهؤلاء الملهمات التي قهرن ظروف تردي خدمة الكهرباء وصعوبة الحصول على مكونات ومستلزمات الإنتاج، وكابدن كثيرا للوصول إلى هذا المعرض المأمول والمرتقب. نساء منتجات تقف خلف كل واحدة منهن قصص معاناة وكفاح وشغف قبل أن يعرضن بصماتهن الإنتاجية هنا ويتمكن من الوقوف بعد سنوات من محاولات التحدي والنهوض. أسر ملهمة تستحق مزيدا من الدعم والتشجيع حتى يتمكن من الاستمرار في الإنتاج والزيادة في سنوات الحرب والمشقة والفاقة. عماد العامري لقناة سهيل من مدينة المكلا. أسماء الصلوي خريجة كلية الآداب من جامعة تعز، قادها شغفها وحبها لهذا الفن الجميل إلى التفكير بإنشاء مشروعها الخاص ووضع خطوتها الأولى من منطلق تخصصها وموهبتها وإبداعها. السلوي التي انطلقت بخطى ثابتة نحو مشروع الرسم على العبايات ومختلف الملابس النسائية والتفنن برسوم جميلة وفريدة أكسبها حضورا لافتا ومتزايدا. فنانة موهوبة لم تثنها الصعوبات عن المضي في مشروعها، بل حاولت الاستفادة من كل المتاحات والترويج لمشروعها وتسجيل حضورها بكل ثقة واقتدار. نتابع قصة أسماء والتي أعدتها لنا زبيدة الوجيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أسماء عبد الله منصور السلوي، فنانة تشكيلية، درست في جامعة تعز بكلية الآداب، دخلت الفن التشكيلي. طبعاً زي أي إنسان أشتي سوي لي كنت مشروع يعني لنفسي، فأشتي سوي لي مشروع يكون مميز. فشفت عبايتي المطرز، قلت التطريز هو زيه زي الرسم، اللهم بالخرز، فليش ما ليش ما ارسمش ويكون في ظل وضوء وانسجام لوني، بتكون يعني بلحظه انه تكون العبايه دي او القماش لوحه فنيه تكون مميزه. ف خلاص بديت يعني سويت، اخذت عبايه ورسمت بها وصورته. اول ما نزلت المنشور يعني اشوف انه ممكن بياخذ تفاعل يعني شويه بسيط، فلما يعني من بعد العيد نزلت المنشور شفت تفاعل خلال دقائق كبير، انبسطت جدا جدا. فالحمد لله يعني المشروع هذا لقي محبة الناس، اي انه المتلقي لما شاف الاعلانات انذهى يعني جذبته، بعدين دخل صفحتي يشوف، او حتى لو هو ما يشتيش ان نشتغل له دخل يقول لي جيبي اشوف اعمالك فأني أرسله. كانت الرسم موهبتي من الصغر، فقلت ليش ما أدمج بين الرسم وبين شغلي، فعملت عملية ترابط. فالحمد لله الآن رجعت أرسم على اللوحات كانفاس وأرسم على ورق، كان بالقلم الرصاص بالأول ألوان الخشبية، أرسم بألوان مائية، أرسم بألوان زيتية أكريليك، أرسم على الزجاج، وأرسم كمان البورتريهات فيتقيل طلبات وكذا للي تشتي يعني تجيب لشخص عزيز عليه هدية. إن شاء الله بتطور وبشغلي ذا وبأفتح لي، بدل ما أكون يجيبل لي العباية أو القماش أنا أرسم عليه، أستفتح لي إن شاء الله محل أنا اللي سوي، يعني هم يقولوا لي إيش يشتوا أنا سوي العباية أو الفستان وأرسم الشكل اللي يشتونهم، ويكون عندي اسم وشعار وكذا إن شاء الله. صعوبات اللي واجهتني أول ما بديت المشروع هذا، طبعا إحنا بمحافظة تعز في مكتبة واحدة بس اللي تجيب ألوان وأدوات الرسم، وعاد فوق هذا دقيقة تقولي له ما فيش ألوان، فأشوف إنه الألوان مرة شحيحة عندنا، وكمان بنفس الوقت أسعاره مرة غالية مرة غالية، فلما نجي الزبون تقول له بالسعر يقول لك المبلغ كثير المبلغ غالي نقص وكذا. طيب المواد هي أصلا غالية، يعني روح شوف المكتبة وكذا واسأل عن المواد، فبتشوف إن المواد أصلا غالية. صح إنه الشغل متعب يعني ياخذ معي حق 3-4-5-6-7-8 ساعات، بس لأنني أحب الشيء ذا أشتغله بحب. فلما انقلت أشتي سوي مشروع يعني كان له أهداف، إنه مثلا يكون مميز، إنه يجذب انتباه المتلقي، إنه مثلا لما أسوه ما أتمللش ولا أضبح ولا أتعب، يعني أسوه بحب. فاصل ونتابع بعده. حضرموت، الفن الشعبي النسائي في حضرة الإجلال والتكريم. تعز، أهالي مقبنة يفتك بهم الظمأ. جابر علي أحمد رائد النقد الموسيقي المنسي. بكم مشاهدينا الكرام من جديد. تفاعل صحفيون وناشطون يمنيون مع هاشتاج الحوثي سعيد بقصف الحديدة، سخرية وتهكما من إعلان زعيم الحوثية سعادته بالعدوان الإسرائيلي على الحديدة، معتبرين أن هذا الإعلان يكشف الطبيعة العدوانية والانتقامية للميليشيا بجلب الشر والدمار لليمن أرضا وإنسانا.
وفي هذا الصدد غرد الصحفي سمير اليوسفي بالقول الحوثي سعيد بقصف الحديدة لأنه على يقين بأن بقاءه مستمد من استمرارية الحرب ومرتبط بالمزيد من توسع رقعة الخراب والدمار، ولأجل ذلك يصطنع المبررات ويختلق الذرائع. أما الناشط ثابت سعيد فغرد قائلا عن القصف الإسرائيلي المدان لليمن وانتهاك السيادة، خرجت تصريحات من قيادات الميليشيا وعلى رأسها عبد الملك الحوثي، وبقية الجوقة عبرت باستخفاف عن سعادتها بما حدث غير مبالية بمعاناة شعبنا الصابر على جرائمها، بزعم أنها سعت لمواجهة الكيان الغاصب. من جهته كتب مستشار وزير الإعلام أحمد المسيبلي يثبت الحوثيون كل يوم أكثر من ذي قبل أنهم أحقر عصابة إرهابية عرفها التاريخ، فمن يضحي بشعبه وبلاده لأجل دولة أخرى هو حقا أحقر شخص في الكون كله، مردفا لا حل أمام قيادتنا وشعبنا إلا بالتخلص من هذه العصابة الإيرانية الإرهابية التي تجر البلاد كلها للانهيار. في دورها غردت الناشطة زعفران زايد بالقول يرفض أو يرقص الحوثيون على جثث محرقة الموتى التي تفحمت فيها أرواح اليمنيين الأبرياء، ويعبر زعيمهم المختبئ بالكاف عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز. إسرائيل تعين الحوثيين على قتل اليمنيين الذين تشبعوا من دمائهم 9 سنوات. فيما تفاعل الصحفي عبد الله إسماعيل قائلا من هو السعيد بالقصف الصهيوني المجرم على أرض اليمن الطاهرة؟ من يفرح باستجلاب الشر وصناعة الدمار ليرقص على أشلاء اليمنيين؟ عليك لعنة الله أيها الشطف الصعلوك وعلى من يدافع عنك. أما الأعلامية سحر درعان فدونت بالقول لا يخجل الحوثي من الله وخلقه وجلب كل المصائب والمحن والكوارث لليمن، وبإصرار عجيب على القتل والخراب واستباحة سيادة اليمن برها وبحرها وجوها. في حين كتب الصحفي رماح الجبري لم تكن ميليشيا الحوثي حريصة على مصالح اليمن واليمنيين وسلامة الأراضي اليمنية، بل حولت بعضها بما فيها الحديدة إلى ما يشبه القواعد العسكرية التابعة لإيران، تستهدف التجارة العالمية وتلحق الضرر باليمنيين. في المكلا بحضرموت ومع ذروة التناغم والزخم الفني والثقافي على إيقاع مهرجان البلدة، يجد المهتمون بالفن والتراث الحضرمي فرصة لإحياء الموروث والتعريف بهذا التراث الذي يعود تاريخه إلى 5 قرون. الفن الشعبي كان حاضرا في هذا الحدث، وخصوصا فيما يتعلق بفن إحياء الأعراس والمناسبات الفرائحية النسائية التي تأخذ طابعا خاصا وقائما بذاته. الفنانة أمون بعكيم واحدة من الفنانات الرائدات التي أثرين الفن الشعبي، حيث كانت نجمة الاحتفاء والتكريم في فعالية مثلت لها دافعا معنويا ومنحتها احتفاء مستحقا ورفيعا. مشاهدي الكرام، للمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي. أربع سنوات مضنية كانت كفيلة لإنجاح هذا المشروع، والذي يتمحور حول تكريم فناني حضرموت ممن لهم قصب السبق في إحياء التراث الغنائي الحضرمي ورفده بين حين وآخر. سررت مساء اليوم بحضور الفعالية الفنية الاحتفاء بالتراث الغنائي النسوي في حضرموت، حقيقة شاكرة لمؤسسة حضرموت للثقافة على هذه اللفتة في تسليط الضوء على الفن النسائي في حضرموت، وأيضا في تكريم الفنانة أمون أو الخالة أمون، حيث أن الفنانة أمون هي رائدة هذا التراث. حقيقة مهما قدمنا للفنانة أمون من تكريم سنظل مقصرين في حقها أمام ما قدمت الكثير في حفظ التراث الحضرمي.
باكورة هذا المشروع الذي دشن وخرج إلى النور على هامش مهرجان البلدة كان بتكريم الفنانة الشعبية أمون بعكيم. التكريم مثل مفاجأة للفنانة الشعبية، حيث عرض جزءا من عمل أعراس النسائية، وهو الجزء الذي يحكي قصة الفنانة الشعبية أمون بعكيم ويحتوي على 3 أجزاء تبتدئ بقصة الفنانة أمون، ثم يتناول قصة الأعراس النسائية من الخطوبة حتى ما بعد مراسيم الفرح والزواج. في هذه اللحظة سعيدة جدا، يعني لحضوري وتكريمي من قبل السلطة المحلية وإدارة الثقافة، ونشكر كل من ساهم وعمل على إنجاح هذه الحفلة. التكريم اليوم هو كان يعني من أسعد لحظات حياتي بصراحة، لأنه جاني شيء مفاجئ، تفاجأت بالتكريم ده، على أساس جاي وحفلة في المسرح، ونصبحني صاحبة الحفلة وني صاحبة التكريم، وهذا شيء أثلج صدري، وربنا إن شاء الله بقول تتوالى إن شاء الله الأفراح والمناسبات إن شاء الله، والجيل الجديد إن شاء الله يحدو هذا العدو اللي نحن نمشي عليه الآن. مفاجأة الحفل والتكريم بهذه الصورة أثار مشاعر الامتنان لدى الفنانة الشعبية أمون، والتي سعدت كثيرا بهذا الحضور الفني الباذخ والمساند للفن والتراث والإبداع. الحاضرون فعالية التكريم عبروا عن فخرهم واعتزازهم بتراثهم الفني الزاخر والمتعدد، وبادلوا الفنانة الحب والتقدير لها ولفنها. الجهات الرسمية كانت بدورها حاضرة في هذه الفعالية، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية واستحقاق هذا التكريم بحق فنانة شعبية قدمت بصمات فنية كبيرة. الجديد إن شاء الله يحدو هذا العدو اللي نحن نمشي عليه الآن. أتت فكرة هذه الفعالية من شركة فوردي لإنتاج الإعلامي والمرئي، الذي قام بإنتاج فيلم مدته 1.5 ساعة عن أعراس النسائية، والذي عرض اليوم هو جزء من الفيلم وليس الفيلم كامل. ونتمنى أن تكون يعني هذه الفعالية نالت إعجاب الفنانة الشعبية، وقد أعجبت فعلا بتكريمها في مجالها الفني. فعاليات تكريمية حتى وإن بدت متأخرة، إلا أنها محاولة لرد الاعتبار للقامات والشخصيات الفنية التي أسهمت في خدمة الفن والتراث الغنائي ولم تنل حقها من التبجيل والإجلال المستحقين. في ريف تعز الغربي تبدو الحياة كما هي بدون أي خدمات أساسية أو بنية تحتية أو حضور لمشاريع الدولة والجمهورية وتنميتها وخدماتها. مديريات جبل حبشي واحدة من المديريات المحرومة، وكأن خيرات الجمهورية لم تصل إليها، الأمر الذي دفع بالأهالي إلى أن يهبوا لتنمية مناطقهم النائية والمحرومة. مبادرات مجتمعية لا تتوقف، وآخرها رص وتوسعة طريق حيوي لعزلتين في جبل حبشي بعد أن يأس الأهالي وطال انتظارهم وحرمانهم لعقود طويلة. مشاهدي الكرام، للمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي. على سفوح هذه الجبال الشاهقة في ريف تعز طريق ترابي متعرج ومتهالك، جحيم ومرهق لكل من مر منه ذهابا وإيابا. هذا الطريق يعد الشريان الوحيد لآلاف المواطنين القابعين في غياهب عزلتي القحاف والحقل بمديرية جبل حبشي ريف تعز، حيث لا بنية تحتية أو كهرباء ولا طريق إسفلتي أو مشروع مياه. طبعا هذه الطريق أصبحت ضيقة ووعرة، وتحتاج إلى توسعة، وتحتاج إلى مسح، وإضافة إلى تحتاج إلى رص بعض الأجزاء وبعض المقاطع وعمل جدران ساندة وقبيونات تحفظها من السيول. التضاريس الجبلية الوعرة في المنطقة جعلت التنقل بين تلك المناطق أمرا لا يخلو من المخاطرة، ناهيك إن كانت الطرق بهذه الوعورة كما هو الحال هنا. وأمام هذه الصعوبات لم يقف الأهالي مكتوفي الأيادي، بل قرروا التحدي وشق وعبور المستحيل بدوافع وتحركات مجتمعية وذاتية.
والله عندنا مبادرة في عزلة القحاف، هذه المبادرة انه الطريق اصلا المواطنين يعني يضايقوا الطريق من هنا وهنا، الطريق هذه دائما تسرق او يسرقها المواطن بكل الاماكن، فقاموا اصحاب عزلة القحاف بتبني مبادرة مجتمعية للحفاظ على الطريق وتسهيل الطريق للمواطنين. مبادرة الأهالي تهدف إلى توسيع ورصف طريق القحاف الحقل بعرض 6 أمتار وعلى امتداد يتجاوز 13 كيلومترا ورصف المناطق الوعرة كمرحلة أولى تمهد لمراحل قادمة. شحة الموارد المالية وغياب الممولين معضلة كبرى تقف في وجه المبادرة، غير أن تفاعل الأهالي أشعل فتيل مبادرات مماثلة في المنطقة والمناطق المجاورة تكللت بالنجاح والإنجاز. نسعى جاهدا على أن تحسين مستوى جودة الطريق من أجل تلبية خدمات المواطنين، ونحن نؤمن بأن الطريق هي شريان حياة، ومن أجل تحسين شريان حياتنا يجب علينا أن تكون هذه الطريق ذات جودة عالية وفي صيانة ومستمرة. منذ بداية الحرب اعتاد الأهالي على التكاتف وجمع التبرعات والتنافس في تبني المبادرات التنموية علها تعوض غياب الدولة وخدماتها الأساسية المفقودة. محمد العامري لقناة سهيل تعز. جابر علي أحمد اسم موسيقي ارتبط بالموسيقى والنقد الموسيقي، وشكل مدرسة نقدية بأطروحاته وتناولاته وأبحاثه، وقدم للموسيقى اليمنية ما لم تقدمه مراكز ومعاهد متخصصة. جابر علي أحمد القادم إلى الفن والموسيقى من تهامة عن تخصص وشغف وتاريخ ممتد لأكثر من 3 عقود، مثل فيها اليمن ناقدا وباحثا موسيقيا في عدد من المحافل، وظل ذاك الحارس الأمين للتراث بكل تواضع ويقظة وامتلاء. وعلى مدى مسيرته ومؤلفاته النقدية والموسيقية يحز في نفسه غياب الجانب النقدي وتلاشي وجمود الواقع الفني اليوم وتقديمه بشكل مبتذل ولا يعطي أي معنى جمالي أو فني. مشاهدينا الكرام، للمزيد من التفاصيل حول هذا الفنان نتابع التقرير التالي. جابر علي أحمد فنان وباحث وناقد موسيقي وأحد روافد وأعمدة النقد الموسيقي والروافع التنويرية الحامية والحاملة للتراث الفني على نقد وبصيرة ودراية ومنهجية ويقظة ونباهة. في العام 1954 وعلى بعد سنوات من ثورة الإحياء والحياة والفن السبتمبرية، ولد الفنان والموسيقي جابر علي أحمد في مدينة الحديدة، وفيها كمل تعليمه الإعدادي والثانوي، وقاده شغفه لدراسة الفلسفة في سوريا. ومن الفلسفة اتجه جابر النقد الموسيقي وسابر أغواره إلى الموسيقى تأثرين شقيقه الأكبر، واقتحم هذا المجال المبكر والنادر عن تخصص وشغف وإلمام واقتدار عبر نيله البكالوريوس من المعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة مطلع 80ات القرن الماضي. وعقب عودته من القاهرة حاملا شهادته وشغفه تولى قيادة الفرقة الموسيقية في الحديدة وباكرة مسيرته النقدية الموسيقية متدفقا كشلال كتابة ونقدا وبحثا وحضورا زاخرا وتخصصا، قام على كاهله وما زال يقاتل منفردا لتكريسه وإرساء مداميكه من العدم. وعلى ذكر الإرث والأثر الموسيقي، فالموسيقار من مؤسسي مركز التراث الموسيقي، كما ألف العديد من المؤلفات البحثية كحاضر الغناء في اليمن وتيارات تجديد الغناء في اليمن ومن المشهد الموسيقي اليمني والموشح اليمني النشأة والخصوصية
وغيرها من الإسهامات التي قلما تجود بها مؤسسات ومراكز متخصصة. وعلى مدى مسيرته ظل الموسيقار مجس وجرس إنذار الواقع الفني والموسيقي، واضعا أطروحاته وفلسفته النقدية على مكامن الخلل ونقاط الضعف، يجري الواقع كما هو ويستشرف المستقبل كما ينبغي أن يكون في حاضر مليء بالتعثر والركود والجمود والتقليد. بعد عقود وإثراءات بحثية موسيقية، يرى الناقد والحادي بكل تواضع وإنصاف بأن الواقع النقدي مرتبط بنهضة شاملة، وأن كل الجهود والمحاولات في هذا السياق لا تعد كونها محاولة رمي حجر في ماء راكد فحسب. وأجاد في إنشادها الأزل صنعاء يا أنشودة عبقت وأجاد في إنشادها الأزل إن أبعدتني عنك عاصفة وتفرقت ما بيننا السبل فأنا على حبي وفي خجل روحي إلى عينيك تبتهل ألقاك منتصرا ومنكسرا وعلى جناح الشعر أرتحل صنعاء يا صنعاء يا صنعاء وبهذا مشاهدي الكرام نختم معكم حلقتنا لهذا الأسبوع. انتظرونا الأسبوع المقبل على نفس الموعد. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.